اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب العالمين وأنت ربي ورب المستضعفين. يا رب إلى من تكيلني؟ إلى عدو يتجهمني هؤلاء أهل الطائف، أم إلى قريب أهل مكة ملكتهم أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والدين أن ينزل بي غضبك. الرسول يقول: يا رب أنا خايف أن اللي حصل لي عقاب منك وأنه غضب، وأنا أقول من هذا المكان: أين الذين يسهرون الليالي على المعاصي ومحاربة الله؟ أين الذين يحاربون الله الليل والنهار، يحاربونه بكل ما يملكون ولا يقولون أننا نخاف من غضبك؟ والرسول يقول: اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والدين أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. يا ربي لك العتبة، لك العتبة يعني الاعتذار، أعتذر إليك وأتوب إليك حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله عليه وسلم. يا ربي لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول رسولكم هذا الكلام.